قطاع اللوجستيك طفرة نوعية في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية التي قادتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في هذا القطاع، خاصة مع إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الخدمات اللوجستية، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016. ونظرا لأهمية الأنشطة اللوجستية في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، بذلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك جهودا حثيثة لتطوير مساحة الخدمات اللوجستية، حيث انتقلت هذه المساحة من 80 هكتار سنة 2010 إلى 550 هكتار سنة 2016، منها 700 ألف متر مربع بمدينة الدار البيضاء. وفي الوقت الحالي يتم استغلال 3 مناطق لوجستية في المملكة، وهي منطقة زناتة التي جهزتها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ومنطقة المحمدية اللوجستية التي جهزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وقطب طنجة اللوجستي. كما تم إطلاق الدراسات المتعلقة بإعداد الشطر الثاني لمنطقة الخدمات اللوجستية بزناتة، التي ستكون أكبر منطقة خدمات لوجستية في المغرب، حيث ستبلغ مساحتها 323 هكتاراً. في المقابل تم بذل مجهود كبير لتوفير العقار اللوجستي اللازم على مستوى المناطق الحضرية، حيث تبلغ مساحات هذا الوعاء حاليا 2750 هكتارا. وبفضل هذه البنية التحتية انخفضت تكاليف التخزين ما بين سنتي 2012 و 2015 من 3 دراهم للوحدة في اليوم إلى درهم و90 سنتيما، فيما انخفضت كلفة الكراء الشهري للمتر المربع من 62 إلى 40 درهما خلال الفترة نفسها. ويعد استقرار عدد مهم من الشركات العالمية دليلا واضحا على نجاح المغرب في رهان تطوير قطاع اللوجستيك، وعلى المكانة المتميزة التي أضحى يحتلها في مجال تطوير الخدمات اللوجستية.